FM. قاعدين معانا اليوم زوز سجناء رأي، سجناء سياسيين سابقين، هيكل النميع سجين سياسي سابق من حزب العمال الشيوعي، وسي حسان أسفاقسي سجين سياسي سابق من حزب التحرير. اليوم نطرح الموضوع من جديد لأنه فما مبادرة قاموا بها ثلاثة أطياف من هذا السجناء السياسيين، قاموا بها أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. احنا كنا معاك سي هيكل المناعي، هذه زيارة ثانية اللي تكون حاضر فيها في راديو أدوانسة. قولوا لك مرحبا بيك من جديد. وبيك أكثر عاشك سي هيكل المناعي، لو كان تحكينا على المبادرة اللي قمتوا بها والتحرك اللي قمتوا فيه اليوم ومن جديد كتحرك، ممكن فيه برشا مطالب، باش تحكينا على التحرك هذايا كيفاش جات المبادرة أمام وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. أول حاجة نحب نشكر راديو تونس على الاستضافة مرة أخرى وعلى الاهتمام بالملف هذايا، اللي مالوريزمون بعض وسائل الإعلام معناها ما تعطاتش معاه لحد الآن بالحجم اللي يلزم معناها تتعاطى معاه. المبادرة معناها من مجموعة من الأخيان، من فتحي السومري سجين سياسي سابق عن حركة النهضة، وسي حسين السفارسي سجين سياسي عن حزب التحرير، وأنا معناها كنا المبادرة هذه معناها دايرة في على صفحات التواصل الاجتماعي اللي هي معناها شكل اعتصام وضرب جوع مفتوح أمام وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. السؤال يطرح نفسه سي هيكل، علاش اليوم بالذات؟ احنا اخترنا معناها التاريخ هذا اللي هو معناها شو نكونوا واضحين، تاريخ انه معناها يمتد حتى الاحتفال معناها بعيد الثورة. حبينا معناها نوريه للرأي العام انه حالة المساجين السياسيين معناها وضحايا الاستبداد، انه عام يدخل وعام يخرج ولكن معناها بس ما فما حتى حاجة، فهمتني؟ دخلنا في اضراب الجوع اليوم، دخلنا الصباح امام وزارة حقوق الانسان، تم منع المرة الأولى، فهمتني؟ تم منع قوة الأمن، احنا أصحابها حابين ندخل دونك لوزارة حقوق الانسان. شنو نعتصموا في الداخل؟ قلنا شنو معناها نقوموا بضرب الجوع اللي هو احتجاج على الاوضاع اللي سميناها، فهمتني؟ فتم منع من بعد اخذ وعطاء، ما نعرفش شنو صار من تعاطي كيف صار، معناها تم استقبالنا من طرف السيد مستشار وزير الانسان. تعاطي هو معناها في اتجاه ديما معناها كلام وانه الوضع يشتد حل وانه فهمتني. فماش جمله عمليه؟ والله ما ثماش، احنا تو معناها الحلول العمليه اللي قلت لك ديما معناها تو معناها ما يفيد المستقبل، معناها انه الوضعيات تتحل ومنه كذا، فهمتني؟ وهي المشكله معناها هي وضعيات معناها نتاع مئات معناها ملفات، يسمى الاداره العميقه في الوزارات هي زاد اللي قاعده معناها تتلاعب الملفات هذه، وقاعده معناها الملفات هذه مش قاعده تتحرك معناها، فهمتني؟ فهمت؟ سي هيكل، وانت قلت التحرك اللي عملتوه اليوم المبادره قصد منها ممكن زاد اناره الراي العام، تحسيسهم بشنو يعيشوا السجين السياسي السابق من بعد خروجه من السجن بعد ما ممكن اكتسب الحريه بتاعه، لكن هنا فما برشا لوم، فما برشا عتاب، فما برشا اكرام اتقال خاصه على قانون صندوق الكرامه هذايا المقترح والمشروع اللي تناولوه بالمجلس الوطني التأسيسي. هنا نقراو عديد القراءات، عديد التأويلات كشو معناتها من أطراف سياسية معينة حتى في المجتمع التونسي، يقولوا إنه السجين السياسي السابق ما يلزموش يتعامل مع قضيته، ما يلزموش يطالب لأنه معناتها سجين رأي. والله يا أختي العزيزة شنو باش نجاوبكوني؟ بالنسبة لصندوق الكرامة معناها ما يسمى معناها في إطار التعويض أو جبر الضرر، هو ماهوش بدعة. مش بدعة معناها توجدت في تونس، معناها هذه التعويض أو جبر الضرر هو معناها نصت عليه المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، فهمتني؟ وإنه في التجارب المقارنة نلقاو مثلا في جنوب أفريقيا، في المغرب، في ليبيا، معناها أخيرا التجارب السياسية هي اللي خلت الملف هذايا. أنا نرجع مثلا قبل 14 جانفي، اليوم نرجع للبيانات اللي قاعدة كانت تخرج قبل في عهد بن علي،
نلقى اتحاد الشغل كي هبط يحكي على تفعيل عمل تشغيل عام، جماعة النساء الديمقراطية كيف كيف، حزب العمال الشيوعي كيف كيف، رابطة النساء في عمل النساء كيف كيف. إذا من كلامك سي هيكل المناعي في سجين سياسي سابق عن حزب العمال الشيوعي، لهنا نلقاو كنا في حلقة سابقة كان معنا فتحي السومري عن حركة النهضة يقول أنه ضد الصندوق صندوق الكرامة، رغم أنه من النهضة خاطر لهنا فما عديد تأويلات خاصة من الأحزاب تقول أنه النهضة تحب تستغل الصندوق هذايا للأكثر معناها الموالين للحزب بتاعها، للسجناء الموالين لحزب النهضة. أنت عن حزب العمال الشيوعي تقول أنه صندوق الكرامة أنت معه. أنا شنو نقول؟ نقول صندوق الكرامة هو الشكل اللي يكون هو مفهوم ده معناها عدالة انتقالية. فما لجان شو تكون؟ شو تقيم الأضرار للنساء؟ يعطيك صحة سي هيكل المناعي، نواصلوا حديثنا مع سي حسان السبيق سي سجين سياسي سابق عن حزب التحرير. اليوم نشوفوا ثلاثة أطياف مجتمعيين، حركة النهضة، حزب التحرير، وحزب العمال الشيوعي في مبادرة واحدة أمام وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. هنا ممكن أكثر اللوم اللي لقاوه السجناء السياسيين هما اللي تابعين والموالين لحركة النهضة. دائما نعرف تشريع مش من الناس الكل، السياسيين الكل، والتعويض وصندوق الكرامة يسمى الأطياف الكل السياسية بكامل ألوانها، مش معناتها مخصصة، بالدليل إن احنا ثلاثة من الناس مجتمعين معناتها ننتميو لأحزاب مختلفة، يسار ويميني معناتها، وكما كما نقولوا متطرف، حسب تحليل مسمى متطرف معناتها في الأفكار نتاعو، يعني ماهيش صحيحة ما نحطوش الظلم على النهضة معناتها مرة الحكم. مرت عند المشروع ولا ايش الناس كنت نعمل احصائيات قالوا انه الناس اللي تنفعت في العفو والتشريع العام 90% منهم موالين حركه النهضه. اكثر وقت استبداد اللي قام به بن علي اكثر وقت قام به حركه النهضه. بعد ما يجي حزب التحرير، من بعد ما يجي حزب العمال الشيوعي، من بعد يجيو قوميين قبل. اكثر عباد ما قامت عليهم استبداد ومع حركه النهضه. عندنا حاجه هي معناتها رد الكرامه ورد الاعتبار. وين رد الكرامه ورد الاعتبار؟ ايش عندنا في الناحيه الماديه؟ كل واحد من الدنيا كل واحد كيش يسلك في امور، فما ناس ما تخدمش، فما ناس ضربت في قوت يومها، فما ناس ما تش فيها المنابع اللي عملها بن علي. كيفاش باش تعوضوا 20 سنه مضطهد وتقول له حتى كيما توا 6 ملايين ولا ما باش تعوضوا له؟ انا هيك فما الشخص اللي توفى اللي كان يحكي عليه خويا هيك هيك من نار الاستاذ معناتها مرضوا توا حاليا على 160 128 دينار معناتها منحه وزاره التعليم. انا هو التعويض بين تعويض باي شكل من اشكال التعويض معناتها نحكيو عليها. مطار انه هو تفعيل عفو التشريع العام، مش ولا حبر على الورق ولا ولاد مزايدين في مجلس النواب يقولوا قداش الكيلو معناتها نظام، قداش الكيلو نظام، يستهزأ معناتها النائب ينتخبوا الشعب باش يستهزأ بهم، قداش الكيلو نظام، قداش الكيلو نظام، نبيعوا البطاطا وقت اللي كانوا مضطهدين، وقت اللي كانوا معناتها مجففينهم من النيابه، وقت اللي محرومين من الدراسه، وقت اللي محرومين من عده اشياء معناتها في بلادهم اللي حق الدوله عليهم باش تعطيهم، هذا منهم اللي يقولوا قداش كيلو نظام. هي كلمة ومقولة كيلو نظام من حمد ريش كان نواب المجلس الوطني التأسيسي، هي ممكن حتى من الشعب التونسي. قال من طرف شعب عامي، مش كما قال الناس النايب، وكلوا الشعب عليه باش عملوا دستور بورقيبة قبل معناتها جازة معناتها نتاعو، جازة الحزبيين نتاعو في الوقت في وقت ماديا وسياسيا، بن علي كيف كيف، كي لم جماعة التجمع نتاعو جازاهم. يعني ما نقولوش النهضة تجازي فيه ما خدم، مش النهضة، أنا حزب التحرير، خونا هيكل حزب العمال الشيوعي، حزب العمال التونسي حاليا. معناتها ناس تجازي، هذا التفعيل كما قال خويا سبق قامت به المغرب، قامت به جنوب افريقيا، قامت به معناتها بلاد في أمريكا الجنوبية. كسجين سياسي أنا خليني نركز على النقطة هذيا، هو تعامل الشعب التونسي معاكم، يعني ما تجرحكمش كلمة كيلو نضال الشعب التونسي. حكيت معناتها وكيلو نضال هذه معناها تخرج معناها كل واحد حر كيفاش ينظر للمسألة، فهمتني؟ ديما نرجع معناها للأصل أنه راه الملف هذا هو مشكلة التجاذبات السياسية، فهمتني؟ لو أنه تعطى الملف هذا كان فيه الموضوعية، واللي حتى السيد اللي قال الكلمة هذه فهمتني؟ عمره ما تتقال معناها الكلمة هذه فهمتني؟ على المجتمع معناها
ضحايا الاستبداد نتاعو مازالوا يعانيوا ومازالوا تو معناها صاحب وقت الوطن الفقر واللي ما معندوش بطاقة علاج واللي فهمني قوته مهدد فيها معناها عمرها ما تتقال. رأيك وموقفك أنت مع أم ضد صندوق الكرامة؟ مع صندوق الكرامة. مع؟ مو صندوق الكرامة اسم معناتها ومازلت فعيل. وأنا معاه ولا بيدفع في آخر الوقت. ليه الكرامة؟ ليه الكرامة أنت يضمت شوية جروح معناتها ناس معناتها مع 55 ما يسمى بالاستقلال تو معناتها ضم شويه الناس مضطهدت وناس قتلت وناس معناتها تعرف المشانق عليهم معناتها اللي كان يضم شويه جروح اللي خلى احفادهم فما ناس احفادهم فما ناس عندهم احفادهم تو ما عادش عندهم ولاد خاصه معناتها الحركه اليوسفيه انا واحد من الناس معناتها كمنتمي لحزب التحرير وعضو مع حزب التحرير مستعد للنظام مستعد لمصل نضالي من اجل هذا من اجل هذا من اجل تبني فكرتي كما اخويا هيك كما اخويا رضا كما اخويا فتحي. شو نقول كلمه معناها موجهه ديما لاصحاب القرار اللي احنا راهو مازلنا معناها باش نناضوا من اجل معناها الحق هذايا باش نناضوا من اجل معناها التفريع والتشريع العام وشكون ان شاء الله حركتنا القادمه في معناها امام منظمات دوليه فهمتني احنا باش نمشيو معناها الابعد في التحركات فهمتني باش نحسن قضيتنا فهمتني باش نفتكوا حقوقنا مش ما تطلبش للجيل القادم زي هذا هو. يعطيكم الصحة يعطيك الصحة سي حكمة الصحة سي حسين سبقتي على مجيئكم وعلى قبولكم استضافتنا باش نتحاور معاكم على مبادرتكم وتحرككم اليوم أمام مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. اليوم أنت بصفتك سجين سياسي سابق عن حزب التحرير وأنت سجين سياسي سابق عن حزب العمال الشيوعي واليوم نشوفوا أنه زوز أحزاب عن معناتها بعيدة عن حزب وحركة النهضة. اليوم عطيتوا رايكم في صندوق الكرامه. كان معنا حاضر سي فتحي السومري وهو سجين سياسي سابق عن حركه النهضه وقال انه ضد صندوق الكرامه اللي كثر عليه الحديث واللي قالوا برشا ناس قالوا انه يخدم مصلحه سجناء سياسيين سابقين عن حركه النهضه. اليوم نشوفوا انه بكلامكم انتم بلسانكم انتم مع هالقانون هذايا عن صندوق الكرامه. ان شاء الله مطالبكم تتحقق ان شاء الله في القريب العاجل. هكذا مستمعينا الكرام كنا مع قضية هي حدث في كل الأوقات قضية وملف السجناء السياسيين السابقين. خليكم على موعدنا وعلى موقعنا الرسمي www.sfm.com.